أثبت الواقع أن انتهاج سياسة معتدلة في مضمار العلاقات الدولية والتعامل مع الآخرين بمصداقية تامة إنما هو سلوك سليم ونهج حكيم يؤتي ثمارا طيبة. سلطنة عمان ارتبطت على مدى 50 عاما الماضية بسياسة خارجية متزنة وهادئة، وتميزت بإقامة علاقات متكاملة مع غالبية دول العالم على أساس مبادئ الاحترام وتبادل المصالح، كما نأت عن الصراعات الإقليمية والدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، أسس رسخها السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، واستمر في الحفاظ عليها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بالتأكيد على مبادئ التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحل الخلافات بالطرق السلمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. والتزمت السلطنة بسياسة التعاون الفاعل مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلم والأمن ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم، ثوابت جعلت السلطنة تحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأصبحت وسيطاً إقليمياً مهماً وشريكاً استراتيجياً لمختلف دول العالم.